والله هو نشاط ممتاز ياسر، ريت تفاعل كبير من الكلام ده، وتفاعلوا معه برشا وفرحوا به، فهمتني؟ وهذيك هي الأساس، الأساس أنها صغيرات يستنفعوا بالنشاط هذا. النشاط كان نشاط هادف، فهمتني؟ تربوي، فيه بعد نظر، يعلم التلميذ التعاون، يعلموا الحياة المدنية مدنية صحيحة، فهمتني؟ وهذاك علاش التلام قاعدين ديما يجوا، فهمتني؟ ولا حتى الاطار التربيه ساعة ساعة يجي واحد من الزملاء باش يشوف الخدمه هذه، وبصراحه خدمه ممتازه جدا، وان شاء الله يثمر من بعد في الاخر، فهمتني؟ وماذا بينا النشاط هذا يتكرر ويتواصل ويعود يمس اكثر شريحه من التلام ده في المدرسه، فهمتني؟ تو احنا اخترنا 20، ماذا بينا اكثر بصراحه، خلي الكلام ده اكثر صحيح، هذوما باش يوصلوا وباش يبلغوا الكلام ده اللي عملوه اصحابهم كي يجوهم بعد، ماذا بينا اكثر الكلام ده اكثر تستنفع اكثر، فهمتني؟ بالنشاط هذا، واللي نشاط تربوي فيه ابداع، والتلميذ فيه ينجم ينتج فيه وينجم يبدع فيه ويستعمل فيه خيالها الخصب، تستعمل فيه البراءه نتاعه، الحق حاجه ممتازه برشا.